ويا أهلا ويا مرحبا بأجمل متابعين، وحشتوني. طبعا أغيب عنكم يوم وتوحشوني، وأكيد وحشتكم المنتجات الرهيبة في عالمكم المتكامل. يلا مع بعض جهزوا حالكم، حنشوف أجمل وأطلق المنتجات اللي وفرناها لكم. ما شاء الله تبارك الله، الحجم مقارنة بيدي الحجم كبير ومرة حلو، والأحلى إنه راح يجيكم بغطاء وقابل للحرارة، تعملوا فيه أحلى إدامات، أحلى طاجن، أحلى فول، وعليكم بألف عافية. طبعا هذا الحجم الكبير مع الغطاء، راح ترى من فين نبدأ، تشكيلة الفخار راح يحبها قلبكم. كل الأحجام متوفرة، من الأحجام المينيو راح تاخدوها بالمجموعة، وما بين أكبر حجم اللي كثير منكم كان يطلبه كان ينتظر، وفرنا لكم. شوفوا معايا تاخدوه ب11 ريال ونص شامل الضريبة. وشوفوا العرض الرهيب على الفخار، راح تاخذوا القطعة، القطعتين، الثلاثة قطع بمختلف الأحجام ب10 ريال شامل الضريبة، بدل ما تاخذوا كل قطعة لحال راح تاخذوا ثلاثة حبات. نجي لهذا الحجم المتعارف عليه بغطاء أو بدون غطاء، راح تاخذوا القطعة بخياراته المتعددة وبقيمتنا الخرافية. من اللي بيحبوا يتبدع بالورق عنب الملفوف المحاشي، وفرنا لكم القطعة اللي مرة بتفيدكم وتخدمكم، المثقال الفخار، راح أشارككم بتوضيح له اللي ما يعرف طريقته لعدم تفككه، مرة راح يريحكم. وين اللي بيحبوا يطبخوا في الفخار، وين اللي عندهم مشاريع ومطاعم، وينكم عن المجموعات التوفيرية اللي وفرناها لكم. الأواني الفخار بالحجم الميني ما بين الأربع حبات أو الثلاث حبات، ما بين تجيكم أواني فخار مطلية بأكثر من حجم، راح تاخذوا القطعة أو المغلف التوفيري هذا بقيمة واحدة. منتجات يحبوها عملاءنا أكيد نوفرها لهم من جديد. قاعدة الكيك الدوارة، وين المبدعات الفنانات اللي بيحبوا يتبدع بالكيك بالحلويات، وفرناها لكم بحجم جدا جميل. اللي ما لحقوا على الكمية الأولى ولا تهونون علينا، وفرناها لكم بكمية وفيرة. يلا تعالوا إلحقوا عليها، شاركوا هذا الفيديو ومنشنوا المبدعين والمبدعات. بعد ما تحضر الكيك بشكل جميل لتقديمه بشكل أجمل، وفرنا لكم هذه القاعدات لأغراض متعددة، تقدمي عليها ضيافتك، ترتبي عليها عطورك، مكياجك، أو قاعدة للمبخرة للشموع، وأفكار متعددة. راح تجيكم بقاعدة معدنية ومن فوق خشبي بأكثر من شكل، الحروف العربية، هنا عندنا الماربل ما بين الدائري ما بين المربع، الخيارات متعددة ولكم حرية الاختيار. هذا أحاول قد ما أقدر أوضح لكم الشكل، لأن الكاميرا ظلمته على الطبيعة أحلى وأحلى. شوفوا معايا جمال الشكل، شاركوني أفكاركم للمنتج. التقديم فن، وإحنا نشارككم الفن والإبداع. فرنا لكم هذه التشكيلة الخشبية، خانة وأكثر من خانة، حروف عربية، ماربل، ما راح تتقيدي فيها، حلوة تقدم فيها الفطور، تقدم فيها ضيافتك، حلوة كقطع ديكور. الشكل حكاية، الجمال يتحدث، تقدروا حتى كقطع ديكور، لكم حرية الاختيار، لكم حرية الإبداع. الحلو عندنا راح تلاقوا خيارات ترضي جميع الأذواق. أشراكم بهذه التشكيلة، خذي أكثر من قطعة حطيها في المدخل، نظمي عليها المبخرة، البخور، الشمعة، العطور، نظمي مكياجك، قدمي ضيافتك، أعملي فيها أحلى هدية. الأفكار متعددة والمنتج واحد ما يتغير. تابعتنا الجميلات ولا تهونون علينا، اللي ما لحقوا على الكمية الأولى حابة أبشركم وحابة أطمنكم، وفرناها لكم من جديد. الأطباق المعدنية بالقاعدة المراية، الشكل المربع أو حتى الشكل الدائري، أنا قبلكم أخذت منها بجد من أحلى القطع الفخمة اللي أخذتها. يلا تعالوا إلحقوا عليها لتفوتكم.
عيني على جمال الأشكال محبين المشروبات الباردة، وينكم؟ شوفوا الدلع، شوفوا الأكواب الرهيبة اللي وفرناها لكم، أكواب إكريليك بالحجم الكبير بثلاثة ألوان مختلفة، اللون التيفاني، اللون الوردي، اللون الأورنجي الفاتح. إيش رأيكم فيها؟ تخلي الواحد يشتهي المشروبات الباردة بشكل جدا رائع. راح تاخذوا القطعة بقيمة واحدة ولا أروع. وإيش رجع توفر بناء على طلبكم؟ الفرامة اليدوية، مرة حلوة وعملية وعن تجربة. راح تجيكم بقطعتين، الشفرة لفرم الخضار، وهذه القطعة لخفق البيض. راح أشارككم بفيديو توضيح للمنتج الرهيب. وبنحب نريحك يا شفية ومبدعة، ونوفر لك أحلى المنتجات اللي بتخدمك في الطبخ. فرامة يدوية بثلاثة شفرات راح تجيكم بهذا الشكل، وراح تاخذوها كاملة بهذا الشكل مع الغطاء الإكريليك وبقيمة واحدة. وأي منتج تحتاجوه توقعوا العالم المتكامل، أكيد حيوفروا لكم. رول الفقاعات أتوقع أغلبنا بيحب يفقع، ووفرناه لعيونكم، مرة رح يفيد اللي عندهم مشاريع، اللي بيشحنوا منتجاتهم، اللي بينقلوا من بيتهم وحابين يحافظوا على أغراضهم. رح تاخذوا المتر وبقيمة واحدة. ومع منتجاتنا نضمن لك نظافة وشكل جميل في وقت واحد. ورق حماية أو لباد بمختلف الأشكال، اللي مو عارفين هذه الإيش، للأدراج، للأرفف، للثلاجة، لدولاب الأحذية، وانتو بكرامة. رخامة المطبخ وأكثر من هذا، ما بين الرول أو الرولين أو الثلاثة رولات بهذا الشكل بأشكال جدا جميلة، راح يحافظ لكم عليها من الخدوش، من الغبار، وراح تضيف إضافة جدا جميلة بأشكالها الأجمل وأجمل. وإيش وفرنا لكم من عالم الألعاب؟ الأقنعة بأكثر من لون، اللي عندهم حفلات تنكرية ما رح تاخذوا القطعة، رح تاخذوا الثلاثة والأربع حبات بمختلف الألوان وبقيمة واحدة، في الملون وفي الذهبي والفضي. وهلا هلا بالجمال كله، من رف الفازات وفرناها لكم بأحلى الألوان، اللون الأبيض، الكحلي، الأخضر، اللون الأورنج، والحلو إنها بالحجم الكبير. أبدع فيها بالورد وشاركيني إبداعاتك الجميلة. وإذا ما دلعناكم بأحلى المنتجات راح ندلع مين؟ شوفوا القطع الحلوة اللي اخترناها لكم، مراكن مع القاعدة المعدنية باللون الذهبي، مرة حلوة لأغراض متعددة، حلوة تنظمي فيها فرش الميكب، فرش الشعر، حلوة تقديم ضيافتك، التمور المعمول، شكلة الميني، حلوة تنظمي فيها الحلقان، الخواتم، أفكار متعددة، وأنا متأكدة إنكم راح تبدعوا فيها، الأشكال تاخذ العقل. إيش رأيكم؟